في إنجاز جديد تحقق على أيدي بنات الوطن نظير التميز في الأداء العلمي والتقني والابتكاري. حصلت الطالبة ود المطرفي وريناد أبو الجمال ونوف حماد وشادن الشمري وخلود العباسي من طالبات مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة على جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين في دورتها الرابعة. وتأتي هذه الجائزة لتكريم المخترعين والموهوبين والتي أنشئت عام 1431 وتهدف إلى الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والمنتجات القائمة عليها دعماً للتحول إلى المجتمع المعرفي وتشجيع وتكريم المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري، بالإضافة إلى تنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفيز المواهب. وقد شاركنا الفائزات ضمن العديد من المسابقات التي شاركنا فيها على المستوى المحلي والدولي، وأحرزنا العديد من الجوائز في مسار الابتكار ومسار البحث العلمي والمسار التقني.